أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجب علينا في هذه البلاد أن نسأل صاحب المطعم أن دجاجه وطني أم مستورد من باب اتقاء الشبهات، أم أن الأصل في ذلك الإباحة؟ هم العلماء يقولون إنما يذبح في بلاد المسلمين، ما يذبح في بلاد المسلمين فالأصل فيه الإباحة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم يأتون بالذبائح لا يدرون أذكروا اسم الله عليها أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا الله أنتم وكلوا، أي سموا تسمية الأكل، وأما تسمية الذبح فالأصل في المسلم العدالة حسن الظن، فما يذبح في بلاد المسلمين فمبناه على السلامة إلا إذا علمت خلاف ذلك. أما ما يأتي من بلاد الكفار وقد حامت حوله الشبهات في أنه يذبح بالصعق الكهربائي أو بوسائل غير الذكاة الشرعية، فهذا تتركه أحسن وأبعد عن الشبهة. نعم.